أهداف المؤتمر العربي الثاني في منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية بتتمثل في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم للاستثمار في الدولة المصرية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أنواع التنمية. من خلال المؤتمر بيهدف إلى إلمام المشاركين بعقود التجارة الدولية والعقود الاستثمار والمنازعات التي قد تنشأ عن هذه العقود ووسائل البديلة أو الوسائل السلمية لحل المنازعات الناشئة عنها بعيدا عن القضاء، حرصا على وقت وجهد ومال المستثمر. أهم المنازعات الاستثمارية؟ والله المنازعات الاستثمارية عديدة، وده اللي احنا نتناوله خلال المؤتمر وخلال ورشة العمل المنعقدة على هامش المؤتمر، لأن حضرتك أي عمل أو أي نوع علاقة ما بين طرفين قد لا يخلو من نشوء نزاع، فالنزاع وارد، قد يكون بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار أو ما بين دولتين، يعني دولة ودولة أخرى، حسب طبيعة العلاقة أو طبيعة الاستثمار.